لو عايزه ترد ردي. لا لا مش مشكله، اتفضل كمل بسمعك. بس يا ستي وانا ما اعرفش ابقى في حاجه وما بقاش شاطر فيها، انا اصلا داخل شرطه ب 96%. امال انت كنت عايز تبقى ايه؟ مش هتضحكي انا قلت لك؟ لا مش هضحك واضحكي. فنان تشكيلي. مش قلت لك هتضحكي؟ لا مش قصدي معلش، بس يعني مش لايقه خالص على شغلانتك. ده انا عندي كمان المرسم بتاعي وخدت جوائز كتير قبل كده، بس طبعا الجماعه التشكيليين بقى ما بيقبلونيش، يعني بيشوفوني كده ان انا برسم على سبيل الوجاهه. طبعا تلاقيهم بيقولوا من ورا ظهري ده ظابط، ده ماله مال الفن والرسم. ما هو المشكله ان حتى الفنانين المثقفين المفروض يكونوا سابقين المجتمع بيفكروا بنفس الطريقه. في ايه؟ مالك بتبص لي كده ليه؟ لا ابدا مستغرب طريقه تفكيرك، اصل ده كلامي بالظبط. معلش عن اذنك انا مضطره امشي. طب استني هوصلك. لا 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 خليك انت، انا هاخد تاكسي ما تتعبش نفسك. لا تاكسي ايه، ما انا بقول لك هوصلك. اطمن انا همشي لوحدي عن اذنك. لولو. اوكي براحتك. لا واو ايه جامده، شكلها هتلففك حوالين نفسك. جرعه كوكايين زياده بس الحمد لله ربنا سترها. انا ما رضيتش ابلغ الشرطه بس حاولوا تعالجوها. اكيد يا دكتور مش هنسيبها كده. انا عارف حضرتك، انت تقريبا المحامي نادي العالم الدين صح؟ صح. انا دايما بتابع برامج حضرتك في التلفزيون. اهلا وسهلا بيك. حضرتك طبعا عارف خطورة حالة الأنسة، أيا كانت علاقتك بيها ما ينفعش تسيبها كده. أوعدك هنتصرف يا دكتور. مالك يا كوريا؟ مش مظبوطة ليه؟ أنت ما بقتش عايزني يا إبراهيم؟ ما بقتش عايزك إزاي؟ والله ما أعرفش. شوف أنت. إيه؟ خلاص؟ اللعبة البلاستيك اللي كنت شبطان فيها وعايز تمسكها بإيدك، إدمت وبقيت عايز لعبة جديدة؟ زهقت إيه ولعبة إيه؟ أنا كبرت على الهبل ده يا أسطى كوريا. أنت كبرت عليا أنا يا كبداك. نفسيتك عاليه وبقيت باصص لفوق، بقيت عايز لعبه اغلى واكبر من اللي في ايدك، بقيت مسترخصني لكني على الرف تلاقي مرميه وقت ما عاوز ارجع لها تاني هتروح فين يعني. انت مالك يا كوريا قلبها الشهد والدموع كده ليه؟ هو مين اللي لعبه في ايد مين؟ ده انت ولا اللي ربطاني بحبل وماسكه اخره في ايدك يا كوريا، لا عارف اروح يمين ولا شمال، ايه اللي مضايق؟ اه هي دي الفايده بقى. تمام زهقت مني يعني. ماشي سبحان الله، مع ان زمان الحبل اللي بتتكلم عليه ده كنت بتتعايق بيه قدام العيال في الحاره. عيل جديد ولسه جاي الحاره من بلدهم وخطبت كوريا، كوريا اللي محدش استجرى يرفع عينه فيها وبالله صباح الفل. بقول لك ايه يا كوريا، انا مش فايق للخناق ده، واحنا خارجين عشان نتخانق بعد كده لما تقعدي نخرج عشان نتخانق قولي لي يا هيما تعالى نخرج نتخانق. ماشي حاضر يا هيما. عموما انا خلاص دفعت الفلوس بتاعت سلومه اللي كانت معطلانا عن الجواز، وانت عارفني لا عايزه شبكه ولا مهر ولا فرح ولا حاجه تكلف نص جنيه فضه. انا عايزه اتجوز الشهر الجاي يا هيما. امين نتجوز يا كبدكي؟ اتجوز نتجوز يا كوريا، وانا بديك الساعه بس مش على طول كده، ده موضوع طويل عريض ومحتاج ترتيبات وقصص ومواويل. لا ليه؟ لا ترتيبات ولا حوارات، انا سيدي راضيه. ها اه ولا لا؟ مالك يا كوريا؟ ايه القفش ده؟ انت عامله كده ليه؟ بقول لك ايه يا هيما؟ لو مش هتنجز في حوار الجواز ده يبقى انا من طريق وانت من طريق، تمام؟ مات الكلام. هي حلوه وهاديه وبتتكلم زي اي واحده مثقفه، بصراحه ما فيهاش عيب غير موضوع العبايه ده، ودي سهله ممكن تقلعها وتبقى تلبس اي حاجه تانيه. بس هو اسم جمالات ده بصراحة مش راكب عليها. يا عم لو على اسم غير ولا المشكلة مش في الاسم، المشكلة في المنطقة. احنا ما ينفعش علاء بيه ابن عبد الحميد باشا اللي كان بيهز الداخلية يصوم يصوم ويفطر على بطن البقرة. ما تبقاش قوي كده برضه يا لولو. يا عم يعني احنا خدنا ايه من البنات الكلاس يعني؟ ما خدناش منهم غير وجع القلب والقرف. خلينا نجرب البنات ولاد البلد كده يمكن نرتاح معاهم. سيبك مني انا. انت عملت ايه في موضوعك؟ ظبطت الكلام مع المحامي ده ولا ايه؟ شغال. اسماعيل بيه بقى قرفني كل شويه هسحب القضيه منك هسحب القضيه منك. ما يسحبها يا عم يورينا هو الخبره ويقبض عليهم هو. بس انا برضه عامل اللي عليا وشغال. قفشت بنت مدمنه على علاقه بالواد المحامي، زقيتها عليه وهي دي اللي هتجيب من الاخر. ده انتوا شغلكوا شغل رخيص. يا عم قلت لك خدني معاك في الانتخه اللي انتوا فيها دي، بقى بالذمه كل ده في قضيه واحده؟ طب تعالى معانا الاسم كده. هتلاقي لك هناك مثلا ثلاث قضايا قتل على 10 نصب على 15 سرقه، مش بعيد كمان 34 مخدرات. لا يا عم انا كده تمام، ربنا يبارك لك في اللي عندك. لا صحيح يا حبيبي. هي حكايه تجاره الافكار دي اللي شرحتها لجاسم حقيقيه؟ مفيش حاجه اسمها كده. طب والله العظيم انا صدقت وعجبتني.
يا حبيبتي ما انت لازم تصدقي عشان انت لو ما صدقتيش هو مش هيصدق. بس هو الراجل ده ايه؟ ده لسه ال 2 مليون يورو اللي خسرهم معاك ما بيردوش، وعرف ان انت مطلوب في مصر ولسه بيتفق معاك تاني لو رجع لليونان هتشتغلوا مع بعض. يا حبيبتي هو مش راجل عبيط، هو انسان عادي، انا اللي انسان مش عادي، عشان كده انا لازم اكسب وهو لازم يخسر. بس انا لسه برضو ما فهمتش، انت عملت ايه بالظبط؟ انا هفهمك عشان اكسب فيكي ثواب. طيب قول. انا اشتريت شحنه سكر ب 3 مليون يورو. قمت رايح بايعها للشيخ قاسم ب 2 مليون يورو بالشحن والنقل، هو طبعا افتكر انه ضربني على قفايا. قمت رايح لشركه تامين مأمن على الشحنه بنفس ثمنها الحقيقي 3 مليون يورو. قامت المركب محمله وماشيه في الميه لغايه ما وصلت للمياه الدوليه. قامت جايه مركب تانيه تبعنا، شلنا السكر من هنا حطيناه هنا وقمنا مرجعينه لاصحابه. واخدين منهم كام؟ 2.5 مليون يورو بدل 3، وقلنا ان السكر غرق. طب وبعدين؟ ما هو المركب اللي شالت السكر ما غرقتش ولسه موجود. ما احنا قبجنا الراجل صاحب المركب ده بنص مليون يورو، فقال ايه بقى؟ قال ان المركب كانت معرضه للغرق فاضطر يرمي السكر في الميه عشان المركب ما تغرقش. يا ابني ايه؟ خدي عندك بقى. قلنا ماسكين علب السكر الفاضيه ورميناها في الميه. وقلنا اللي مش هيصدق يشرب من البحر، هيلاقيها مسكره. يا لهوي عليك يا مروان، يعني انت اخدت 2 مليون يورو من عند جاسم ومن التامين 3 مليون يورو ودفعت بس نص مليون لصاحب السكر ونص مليون لصاحب المركب. يعني انت طلعت من الموضوع ده كله ب 4 مليون يورو مقفولين بالاستك. الحمد لله ان انا معاك مش ضدك، ولا كنت ضحكت عليا. بس انت حبيبي وجايب لي خاتم بمليون يورو ملوش مثيل في العالم ده كله، انا بحبك قوي. وانا كمان بحبك يا حبيبتي. انت مش تستاهلي خاتم بس، انت تستاهلي المظات الدنيا بحالها، انت ورق العنب ولا. انت يا نسبك نوال قومي فزي فيها يا راجل. انت ما تصطبح الصبح انت مفتح عينك تتشاكل. هو انا نمت ولا عرفت انام؟ انا طول الليل قاعده اقلبها بدماغي. الست اللي تنام في فرشة جوزها وتقلب عليه الأغراب وتبتي السر وما بينهم ما تبقاش مراته وما تستاهلش العيش معاه. يا دي النهار الأزرق من أوله. مالك يا سلومة؟ سر إيه وأغراب إيه؟ أنت اتهبلت يا راجل أنت؟ أنا اتهبلت زمان لما اتجوزت وطنشت على كل اللي بتعمليه. أقول معلش وليها غلبانة ربنا حرمها من الخلفة ما يبقاش أنت والزمن عليها، لكن لما توصل بيك الحال إنك تلفي على العمارة كلها وتقولي للسكان إن المعلم سلومة صرف فلوسكم كده تبقى أنت مارة ناقصة وعلى رأي المثل بناقص الناقص. أنا مالي؟ أنا ما قلتش حاجة. لا قلتي، أنت عارفة كل حاجة. أيوة قلت. هو أنت لسه شفت حاجة؟ دي نغزة صغيرة كده بس، ولو ما كتبتليش البيت ولا حتى نصه انا حوريك ايام اسود من نيتك السودا. ايام ايه ولالي ايه؟ بنت خلاص مالكيش عيش معايا. الراجل يا وليه يستحمل الوليه النكديه، الوليه الكدابه، الوليه اللي ايديها مخرومه، لكن الوليه لا مؤاخذه الخاينه ما يستحملهاش. ده انا يا اخويا اللي مستحملك على عيبك وانت عارفه كويس، يعني تحمد وتشكر مش تقول لي تستحمل وما تستحملش. على العموم انا هعمل باصل معاك، انا مش هكرش كده قدام الناس ولا ما شويش. لا سكت كده لم حاجتك يا بنت الناس، اجيب الليل ملاقيش وكل اللي ليك عندي بشرع ربنا هديهولك على داير المليل. يا اخويا روح اتنيل، هو انت فيك غير لسان؟ جاتك الهم والفقر والغم، جاتك 60 نصيبة يا ولا. لحس الشندوتش يا ولا، بتغرقه ليه؟ هو انت اللي هتاكله؟ ياما المكسب حلو اهو، ليه بس الافتراء؟ الافتراء اللي انت بتعمله ده هو. الله، الشندوتش الكبده فيه مبظبظه هتفط منه، حرام عليك. اعمل لي شندوتشين عشان انا جعانه كده اهوت وطالع على لحم بطني يعني. صباح الفل يا سوك. صباح العسل يا احلى كوريا، من ورانا ست الكل. شكلك غزلتك رايق. والله شاردة وعمالة ادور عليها. خيب على الرجالة. مالك يا بنتي يا كوريا؟ وشك اصفر كده ليه وعامل زي اسهال العياه؟
البيت راضي عليك ولا ايه؟ ولا راضي ولا حاجه يا كوريا، عماله تمرجحني، شويه تطلعني فوق وشويه تنزلني لسابع ارض، بس الحمد لله لسه متعلق وما وقعتش. قلتم على وشي. بقول لك ايه يا سوق، البيت هاجر دي بيت نظيفه وشبهك، امسك فيها بايديك واسنان. متبت فيها لغايه ما دراعي اتخدلت واسناني قربت تقع. يا سلام، انا همشي عشان انا بطني اتنفخت. هات يا ولد السندوتشات يا ولد. خد يا ولد. الحساب فين؟ حساب ايه يا اخويا؟ الحساب يوم الحساب. هات يا ولد. اتفضلي. اعمل لي يا ابني سندوتشين، انا ما اكلتش من امبارح على لحم بطني. عينيا عينيا احلى كوريا. مالك يا اسطى في ايه؟ والواد ايه ما مخبي اليومين دول يا سوق؟ ايه ولا مخبي ولا حاجه، هو بس ما بيجيش على العربيه عشان انت عارفه يعني بقى يتخني يعني. ده انت غلبان يا سوق، بيبان عليك ما بتعرفش تكذب. في ايه بس يا اسطى؟ ايه ما لايف على واحده جديده يا سوق؟ اقول لك حاجه؟ طب 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 والنعمه دي وحياه ربك انا مش عارف. ماشي صادق يا سوق، بس برضك انت مخبي عليا حاجه وانا مش هدوس عليك عشان عارفه انك مش هتقض في صح. سلام. كوريا والسندوتشات. انت بقيتي شطوره قوي يا سندوستي، وانا بفكر من الشهر اللي جاي اعمل لك مرتب عشان انت بتتعبي معايا قوي. يا ريت يا اختي يا ريت، خليه مرتب كبير زي بتاع الحكومه. حاضر. تعرفي بقى انا اخلي لك المطرح ده يرقص راس كده. طب بصي يا حبيبتي، انا هشغل لك فيلم دلوقتي على الايباد، هدوس لك بس بلاي وتقعدي تتفرجي. هيرد عليا؟ يرد. ادوس فيلم كده هنا اهو. في ايه؟ مالك عامله كده ليه؟ هو انت لو مقلقه في حاجه ناحيه خطيبك ولا جوزك بس مش عارفه تمسكيها في ايدك تعملي ايه؟ مقلقه يعني ايه؟ الواد هيما ده انا عجناه وخبزاه وقرياه اكتر من امه اللي خلفته وماتت، والواد في وراه حوار كبير اليومين دول، شكله عايز يبيعني، عايز يفلفص ويخلع. يخلع؟ ما يخلع في 60 داهيه، هو ده يتزعل عليه؟ انا مش فاهمه طايقاه ازاي اصلا. يو ما تحترمي نفسك يا بنت وتكلمي عادل، ده مهما كان برضك خطيبي وهيبقى في يوم من الايام جوزي وابو عيالي. وفرحانه قوي خطيبي وجوزي وابو عيالي؟ هو ده منظره منظر جوز وابو عيال؟ ده فالجر بس. بقول لك ايه، ما تخليش الفار يلعب في عيب اكتر ما هو لاعب. سيبك يا اختي من الخرط اللي بتقوليه ده وركزي معايا. مش انت يا اختي المتنوره المتعلمه بتاعه المدارس والجامعات؟ قولي لي بيقولوا ايه في الكتب الكبيره لما البنت من دول خطيبها يبقى هيشرد منها؟ بتعمل ايه؟ بترجعه ازاي؟ اللي زي ابراهيم الكتب تعلمك ازاي تهربي منه مش ازاي ترجعيه. تصدقي بالله انا غلطانه اني استعنتك واستعبرتك وجيت لك لغايه عندك عشان اسالك وادخلك في خصوصياتي. صحيح ما انا بسال مين؟ كان الحلو نفع نفسه. اوعي. ايه انت ما نمتش ولا ايه؟ مطبق من امبارح. ايه اللي لاحس عقلك يا كبده؟ ولا لاحس ولا نيله، المهم الواحد ما ينامش في الشغل. طب انا جنبك هنا، هنهي حوار مع بنت الكيبه دي واجي لك. قشطه. امن المنطقه. مش شغلتي بس عينيا. نعم يا نوال. ايه هو انا معرفش اشوفك غير لما اقولك اني هقول للبرنسيسة على شغل الليل واخره. وايه تاني؟ كبي كده يا حبيبتي كل اللي في بطني. الله انت بتكلمني كده ليه يا كبداكي؟ ان كنت نسيت اللي جرى هتبدا فاتر تنقرى. انا مش واحده لا مؤاخذه تاخد منها غرضك وتقلبها في قرشيناتها وصيغاتها وتديها قفاك. لا يا حبيبي انا مشيت معاك تاتاتا عشان حبيتك، لكن انا واحده بتسناس ومحترمه. لا وبصراحه مفيش انضف من كده. وايه كمان؟ تكونش فاكر لما تديني الوش المغبر ده هتخلص مني، تبقى عبيط. انا من السنترال يا اخويا تخش تعمل مكالمه وتمشي. لا سنترال يا نوال، ومدتك معايا خلصت. والطيب احسن من الوحش، وزي حبيبتي ما انا وانت دخلنا بالسرسبه هنخرج بالسرسبه، لا من شاف ولا من دير يا نوال. لا يا حبيبي ده انا عامله زي الشوكه اللي ما تطلعش غير بالدم. انا بقى هقول لكوريا وفطمها على الليله كلها. انت غلبانه يا نوال، اوعى تكوني فاكره نفسك قرحه. انت يا بت ما تجيش ضافر في كبداكي. اوعى تكوني فاكره ان انا خايف منك ونازل قبلك عشان موضوع هقول لكوريا والهبل ده. لا فوقي، ده انا راجل، ولو هتقولي لكوريا على اللي حصل هقلعها من رجلي اليمين زي ما قلعتك من الشمال، واعيش برنس. بس انت بقى هتعملي ايه يا ماما لما اقول لجوزك على علامات اللبس؟ وعد له الحسنات حسنه حسنه، واوصف له اوضه نومه والمله المكسوره، وغيره وغيره يا نوال. ما تلعبيش مع كبداك يا نوال، انت مش قدي. يا
يلا يا عم طعون نغور من الحته الناكسه دي. ماشي اخويا احاسب وحصلك. معلش يا استنوال ساعة شيطان ما تشيليش نفسك، هما رجاله كده جنس كلب، يسمعني حين يراكسني كلمات ليست كالكلمات، وبعد ما ينول مراده يخلع. بس بقى خلاص، لا انا كده مش هبقى مطمن عليكي. بصي هاتي رقم تليفونك هرنلك من عندي وابقى اتكلم اطمن عليكي. ماشي خلاص بقى. خد يا ست الناس، انا ههبق وهبقى اكلمك اطمن. لا حول الله. نجوان موبايلك بيرن، اديتي نمرتك لحد؟ نوجا مصر. الو هو انت؟ امال فين البيت؟ انت ابو نجوان؟ ايوه ابو السيف. ابو نجوان اللي انت سيبتها اهلها وناسها وطفشت معاك وعايشه معاك في الحرام. انت ايه يا اخي؟ ما عندكش دم؟ انت مستخسر تبعت لنا شيلن؟ ده احنا بنكح جير. جاتك ده يا فيك وفي اهلك. انا والله العظيم ما كلمت حد غيرهم. انا كنت بس بطمن والله، اصل ماما تعبانه. انا مش قلتلك ما تكلميش حد؟ ايوه. مش قلت ما تديش النمره لحد؟ ايوه. قلت ولا ما قلتش؟ ايوه. هتودينا في 60 داهية يا بنت الكلب. كفاية كفاية. هتودينا في 60 داهية. أنا خدت فكرة سريعة عن القضية. طيب وإيه الأخبار بقى؟ طمنا. أكيد مش هقبلها. أكيد طبعا. المحامي اللي يقبل قضية زي دي يبقى بينتحر. ممكن حضرتك توضح لنا كلامك شوية؟ القضية دي خسرانة خسرانة. الحل الوحيد إن بنت حضرتك وجوزها يرجعوا الفلوس ويتصالحوا مع البنك. جرايه يا أستاذ سمير، انت مكبر الموضوع ليه؟ ما انت ما خدت براءات في قضايا زي دي. يعني ايه؟ مفيش حل تاني؟ طبعا في حل تاني. ايه؟ ان المتهمة تسلم نفسها ونحاول ناخد لها اقل عقوبة ممكنة، من 7 ل10 سنين. من 7 ل10؟ مفيش من 3 ل6؟ سلامتك يا ام حسن دددا من عين ومن حسد. سلامتك ابو حسن دددا. بتمشي من حسد؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت اللي جوك هنا؟ ما انا لفيت عليك المستشفى كلها وفي الاخر تلاقيك في الاوضه دي. مش احنا قلنا مفيش مجال مستشفى تاني؟ يا ابله انا جاي قانوني ومعايا تسريح ومختوم ختم النسر ان اشوفك وقابلك وامسك ايديكي. اوعى كده. تصريح ايه ده؟ اهو يا ابله تكرر العلاج بتاع ام نجوان. ما انا بصراحه ابله بتلكك عشان اشوفك يعني. طب اوعى كده وريني التصريح ده. ايه ده؟ واحنا مش هنوديه سوا ولا ايه؟ ونوديه لها ليه؟ ما هي هتيجي تغسل هنا، وبعدين انا خدت تليفون جيرانها عشان ما اطلبهاش على تليفون جوزها. انا ابله كنت عامل حساب ان احنا نروح انا وانت يعني ونركب تاكس ونقسم الفلوس انا وانت يعني. تاكس؟ ما تبعزقش فلوسك يا استاذ، بشيلها الحاجة اهم، وبعدين امشي بقى عشان انا ورايا شغل. يا احلى منهم كلهم، اديني قلبك را خدي قلبي. اديني قلبك. يا لهوي يا ابله. ايه ده؟ انت بتحببي ايه يا ولية؟ انا مش قلت لك ارجع بالليل، ما اشوفش خلقتك هنا تاني. اخفى من وشي دلوقتي يا سلومه، انا عفاريت الدنيا بتتنطط في وشي، مش مستحمله رزالتك. انا قلت لك مالكيش قعد معايا هنا. الله، وعملت بس قلت لك اخرجي كده بامان الله بادب وكرامه بدل ما اطردك والم عليك الخلق. خلقي مين اللي اتفرجوا معايا يا راجل يا ناقص؟ بقى تفضحيني وتدعيني لشويه السكان معفنين. انت وليا خاينه وتستاهلي قطع لسانك، وانا بقى هربيكي وعلمك الادب اللي اهلك ما علموكيش. انت هتمد ايدك عليا يا راجل يا ناقص؟ ده انا هشرب من دمك. خلي جيران الهنا ينفعوك يا دعم قلبك عليهم يا ولية. يا خاينه اطلع بره. اوعى يا راجل يا عره. اوعى بره. اوعى بره يا ولية. اطلع بره. بتعمل ايه يا راجل المستعجل ده؟ سمعت موتها في ايه؟ لا يا راجل، مش كفايه انها طلعت مره واحده في حياتها محترمه يا راجل انت؟ انت طلقه بالثلاثه وتحرمي عليا زي ام واخت وبنت.
خش انا واقف. ماشي يا حبيبتي خش انا واقف. مش شاكرين يا ام سوق. لا يا بنتي ما انا داخله معاكوا يا بنتي. بتقفلي الباب في وشي اهي يا مجرمه. السلام عليكم ورحمه الله. بابي وحشتني قوي يا بابي. وحشتني قوي يا بابي. انت اللي وحشتيني. ما انت زي الفل وزي القمر اهو. ما بتكلمنيش ليه؟ معلش يا بابي، كل مره بيبقى في سبب. وبعدين كنت مستني اروح بدري في مره عشان اكلمك مكالمه طويله. رجعنا زي زمان بقى ايام الشركه. بتقعدي بالشهر ما بتكلمنيش. ما انت عارف يا بابي، لما ببقى مشغوله مش بعرف اكلمك واحب فيك براحتي. وانا كده بطمن اكتر لما ما بترديش. قولي لي يا هايدي، اخبار المشروع ايه؟ ماشي كويس؟ مشروع مسميه ده مشروع؟ اه يا طارق، ده مشروع وماشي كويس قوي. يا حاج، يا عم الحاج. نعم. ينفع ان انا احج مع اللي بيحجوا في التلفزيون؟ والله يا ممكن، بس حسب نوع التلفزيون. بس انت مسموح لك تعملي اي حاجه. اهو قال لي ينفع. هايدي، المحامي اللي انا رحت له رفض القضيه، بس انا مش هسكت. انا كلمت 2 محاميين اكبر منه. ما تكلمش حد يا طارق، خلاص مفيش فايدة. ما بلاش التشاؤم ده يا هايدي. انت ما تكلمش الا ما اقولك، فاهم؟ مساء الخير. خد استوري نفسك. خدي ومعلش بقى، خلاص ما تقهريش في روحك كده خلاص. وايه اللي كان حصل عشان كل ده يعني؟ انا نوال الراجل الخسيس الندلي ده وقت يطلقني عشان قلت لام سوكا تقول لكم انه صرف فلوس تنكيس البيت. طب ما حركة ناقصة منك الصراحة. يو ما ينفعش تفضحي جوزك قدام الخلق كده. ايوه ايوه يا اختي، قولي انه كان معاه حق. ما انتي شمتانه فيا. هو انتي كان يجي في احلامك اني اتذل كده ولا ترمي الرميه دي؟ ده انتي لولا الملامه عايزاني اطلع من عندك وتعملي فرح. ماشي انا مش هرد عليكي، بس عشان ايه؟ عشان خاطر الظروف اللي فيها، عشان انتي ببيتي. بيتك وكمان بتعايريني عشان بيتك وما بقاليش بيت. يا وليه خلي عند اهلك دم، ده لسه الحاكم تحت ايد الراجل. جاتك البال؟ بقولك ايه؟ عاوزه ايه؟ محصوره وعايزه اخش الكبانيه. يو النقله دي؟ قومي يا اختي، ده حرام جنيه. اتفضلي. بيتك بتعايريني؟ انحصرتي من فكيتها بعيده. والله لا افرجك يا كوريا. بدأت تندع يا بنات. ألو بنت حلال مصفي، ده أنا كنت هكلمك أطمن عليكي، بس قلت أسيبك كده يومين مع نفسك. أنا سلمة كراشة ومش عارفة أعمل إيه ولا أروح فين. بردك ده كلام تقوليه يا ست نوال. جكتعون، إن كنت تريدين السكنة أزبط لك أي مكنة، وإحنا مش رجالة نسد برضو ولا إيه؟ بس أنا خايفة حد يعرف. عيب عليكي، تعون بيري الأسرار الذي بلا قرار. طيب أنا هنزل دلوقتي. وأنا هجيلك في المكان اللي جنب القهوة ساعة ما اتكلمنا آخر مرة، نفس المكان اللي كان لمؤاخذة بيجمعنا سوا، وأول ما أوصلك هاخدك ونحل المشكل سوا. شكلهم غريب أوي قرايب جوزك دول. ليه بس؟ دول ناس طيبين أوي في منتهى الذوق، يا ريت كل الناس زيهم، إيه الغريب فيهم بس؟ أنا ما أقصدش حاجة، بس لغتهم غريبة كده وهيئتهم كمان، وبعدين مشوا على طول كده. ما هم تلاقيهم عشان مش عارفينك فمش عايزين يحرجونا يعني، فعشان كده مشوا. ربنا يخليهم لك مادام بتحبيهم. يا رب. كنت مستعجلة انت أول مرة اللي فاتت. ما هو زي ما انت شايف أنا لوحدي هنا في المحل، فلما بمشي بضطر أقفله خالص، فعشان كده. بس أقولك على حاجة، أنا كنت مبسوط أوي بالشوية اللي قعدناهم دول. صراحة وأنا. بجد؟ بس أنا عايز أسألك سؤال. قولي. يعني أنت أكيد شفت وقابلت بنات كتير، إيه اللي مخليك مصر عايز تشوفني وتقابلني؟ أنت عايزة الصراحة؟ أنا نفسي مش عارف، بس في حاجة غريبة بتشدني ليكي. كل ما أحاول أشغل نفسي بأي حاجة ألاقيني برضه بفكر فيكي وعايز أشوفك. عندكش تفسير بقى للحالة دي؟ أنا بموت في ضحكتك دي. طب بس عشان أنا بتكسف، قولي بقى، أنت جاي بس عشان تقولي الكلمتين دول؟ وأنا بصراحة كل مرة ببقى جاي عشانك، بس ببقى محضر سبب كده، أي كلام تلكيكة يعني، عشان لما تزنق أقولها على طول. طيب والتلكيكة إيه المرة دي؟ الواد ده اللي كان جايله استدعاء النيابة، خطيب قريبتك. هيمة إبراهيم. مال الواد ده؟ شمال وسكته مش سالكة، بعدين ما عارفه كلهم مسجلين، بعدين مش شبهك ولا شبه قريبتك، وهي بنت جدعة ونظيفة وبنت بلد، فقلت يعني أقولك عشان تقولي لها تبعد عنه وتشوف حد تاني أحسن. بتحبه يا ستي؟ أنا مؤمن جدا بالحب، بس برضه الحب لازم يكون للإنسان الصح،
يعني ما ينفعش انا اشوف واحده مثلا مسجله ولا محكوم عليها ب 10 15 سنه واحبها، ده ما يبقاش اسمه حب، ده يبقى اسمه عبط. بتعملي ايه؟ مالكش دعوه بيا. بتعملي ايه؟ خلاصي. بقول لك مالكش دعوه بيا، انت ما اشتريتنيش على فكره. مين اللي قال؟ انا اللي قلت. خلاص بقى ما تزعليش. خلاص بقى ما تزعليش. انا كنت متقل حبتين. خلاص. بعدين انا لما شفت النمره بتاعت مصر انا ما خفتش على نفسي. أنا خفت عليك أنت. أنا لو جرالي حاجة أنت هتعملي إيه من غيري؟ هتبقي لوحدك. شفت بقى أنا خايف عليك قد إيه؟ وبحبك قد إيه؟ بس ما تزعليش عشان خاطري. هو أنت مش هتبطلي العيشة اللي أنت عايشاها دي ولا إيه؟ مفروض أعيش إزاي يعني؟ زيك كده؟ زي؟ هو محدش عايش في الدنيا دي غيري أنا وإنتي؟ يا إما تعيشي زيي يا إما تعيشي زي ما إنتي عايشة كده؟ بقولك إيه؟ خلينا حلوين كده مع بعض وبلاش جو النصايح ده، عشان بقى قديم قوي بصراحة وعمره ما جاب همه. ده ياسر الظابط. ردي عليه، ردي عليه وقولي له زي ما اتفقنا بالظبط. ألو؟ أي يا سربي، بص أنا هكلمك بسرعة عشان ممكن يخرج في أي لحظة. هو ما بيعملش حاجة غريبة، بيبقى قاعد كتير على الآيفون وبيلعب جيمز، بيتكلم واحد اسمه أبو طالب بيه وبيقول قضية وأسامي زي هايدي ومروان. لا معرفش بالظبط تفاصيل المكالمات. طيب أوكي حاضر، هعرف أقولك. أوكي حاضر حاضر ماشي باي. قفلت. قالك ايه؟ عايز يعرف تفاصيل المكالمات بالحرف اكنه هو اللي بيسمعك. قلت له حاضر. انسان غبي وتافه. هو مش كفايه بقى الزفت ده؟ برافو عليك. رميتهم؟ تصدق انا كده هبطل؟ قد ايه الحل ده كان غايب عني وكنت محتاجه واحد زيك يجي عشان يرميه من قدامي ويفوقني. يا ابني الحوار اكبر من كده بكتير، اكبر منك انت شخصيا. ساره انت مفيش فايده فيكي. هنحاول نوضب شنطتي عشان نرجع مصر. انتصار! انت يا زفت انتصار! انت هتفضلي عدالي كده زي الكلب الاخرس اللي لا بينبح ولا بيخرب النجاسه؟ يا انتصار! ايوه يا اخويا. حضري لي لقمه اطفاها واغسلي مواعين المطبخ اللي عفنت دي وضربت ريحه الشقه بدل ما انت قاعده كده لا شغله ولا مشغله. حاضر يا اخويا. شوفي يا اختي مين اللي بيخبط. حاضر. حاضر يا اللي بتخبط. سابو طالب بيه؟ السلام عليكم. كده كله تمام يا ست هايتي. ميرسي بجد يا استاذ شكري، تعبتك معايا. ما تقوليش الكلام ده، احنا خدامينك يا ست الكل. طب انا هدخل اقفل واصحي سندس ونطلع ننام، انا تعبت بجد من السهر النهارده. والله كتر الف خيرك. بتخرجيها من البيت بدل الخنقة لازم تشم شوية هوا، وبسم الله ما شاء الله دلوقتي بتفهم زي وزيك. طبعا إذنك. ربنا يسعدك، ربنا يسعدك. مع ألف سلام. مع السلامة. انت فين يا راجل يا طيب؟ بقالي فترة من الزمان مستنيك تهلي في الحارة. شيخ ناصر ازيك؟ اخبارك؟ وحشتني والله. معلش شوية مشغولات كده. عامل ايه؟ كيفك؟ تمام؟ تمام الحمد لله. سلام. عاوز ايه يا شيخ ناصر؟ في حاجة؟ كل خير إن شاء الله. أنا كنت عايز أكلمك في موضوع كده يا أخ شكري. أمرنا يا سيدنا، أنا خدامك. الأمر لله. أنا كنت طالب القرب منك على سنة الله ورسوله. إيه ده؟ عايز تتجوز سندس؟ لا 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 لا، أنا كنت طالب القرب منك في بنت أختك الست جمالات. هو ده اللي حكوله؟ لذينا
كل مره بيني يا ابن الذين عايز كل مره بيني ما تكرش انك تعجبني ما تكرش انك تعجبني بس واحده واحده عليا اصل انت كل مش بقول لك نكس